القبول والرقص والغناء أعلن الباطل صولته في مواجهة الحسين، وبالصلاة والدعاء والمقاومة أعلن الحق دولته في مواجهة يزيد وسلطته. كربلاء عاصمة الحق في المكان، وعاشوراء عاصمة الحقيقة في الزمان. هذا باختصار. في رأس الحسين عليه السلام الذي رفع على الرمح كان يتجلى كل كبرياء السماوات. قطع الحسين في كربلاء كل تلك الأكف التي بايعت الباطل ورمى بها في مزبلة التاريخ. أصبح الحسين عليه السلام بشهادته شاخصا لمواجهة كل يزيد يظهر في التاريخ. فأول من يقاوم الطاغوت في أي مكان وفي أي مدينة هو الشبح الحسين، أما الذين يقاومونه من الناس فهم يتبعون سيدهم ومولاهم سيد الشهداء. لو جاءت الأمم بكل رجالها وكل أبطالها وكل شهدائها وجئناهم بالحسين وحده لغلبناهم، كيف لا وهو عند ربه مصباح هدى وسفينة نجاة وهو سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء في الدنيا. غريب أمر من يدافع اليوم عن يزيد والرجل قد خسر الدنيا بموته وخسر الآخرة بقتله للحسين، فلا دنيا لدى يزيد يعطيها لأوليائه ولا آخرة ليدافع فيها عنهم. ومع ذلك تجد بعض الخاسرين لا زالوا يدافعون عن يزيد ويعتبرون بيعته بيعة شرعية. أيها الناس، تقربوا إلى الحسين بطاعة ربكم، لأن الحسين عليه السلام يبحث عن أصحاب أطهار عباد زهاد لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون. أما العصاة لله فقد حاربهم الحسين عليه السلام في دنياه قبل آخرته، ولا يمكن أن يقبل بهم غدا أتباعا في يوم القيامة.